الطائر المرعب الذي حير العلماء والبشر على مر السنين، الطائر الأغرب والأخطر في عالم الطيور. يمتلك ذلك الطائر آليات عبقرية جعلته الأكثر تطوراً. ما ستعرفه اليوم سيصدمك من عظمة الخالق الذي يخلق كل شيء بإبداع عظيم. بسبب هذا الطائر تم اختراع الطائرة الشبح، وهي من أذكى وأغلى الطائرات التي صنعها البشر. وهذا الطائر أيضاً ألهم الصناع لتطوير أسرع قطار على كوكب الأرض. وليس هذا فقط، فتمت صناعة أكثر السيارات تطوراً في العالم بسببه. فعندما تراه سيرعبك كالوحوش على الرغم من صمته العجيب. طائر صامت ولكنه يقتل بشكل مرعب، فهو يقتل فريسته دون أن يسمعه أحد. فمن المستحيل أن تسمع صوت رفرفة جناحيه، لذلك لقب بالقاتل الصامت أو الشيطان الطائر. عرف بالطائر الشبح لأنه يرى كل شيء ولا يستطيع أحد أن يراه. الطائر الذي ارتبط اسمه بالموت والشؤم والخراب، إنه طائر البوم. ما ستعرفه اليوم سيغير نظرتك عن هذا الطائر الأعجوبة. طائر البوم الذي عرضت له قناة بي بي سي فيديو متميز ليشرح قدراته الرائعة. والحقيقة سوف تصدمك بشكل يفوق حدود العقل، فالسر يعود لتصميم مرعب ودقيق جدا يفوق التصوير البشري. إنه مقطع صادم حقا. No, nothing at all. Absolutely quiet. ولكن يا ترى ما هو السر؟ وكيف تفعل البوم هذا وحدها دون أي مخلوق آخر؟ فما سرها؟ أولها أن لدى البوم ثلاث أنواع من الريش تعمل بشكل مرعب وغريب للغاية. النوع الأول وهو الريش الرئيسي، وهو ريش مزود بحواف تشبه حواف المنشار، ويتواجد هذا الريش على جناح البوم ويعمل كتقوسات المنشار. وأهميته تقليل الدوامات الصغيرة في الهواء فتقل الضوضاء. أما النوع الثاني فهو ريش التغطية، ويتواجد أعلى الجناح، وهو ريش ناعم جدا ووظيفته العمل على تقليل التصادم بين الريش ممن يقلل الضوضاء والصوت. أما النوع الثالث فهو الريش الناعم الذي يوجد على ساق البوم وجسده، فهو أيضا ناعم جدا، وهذا يساعد على امتصاص الصوت وتقليل الاحتكاك مع الهواء. ولكن ليس هذا فقط، فجناحي البوم واسعان مقارنة مع حجمه، وهذا يسمح له بالتحليق ببطء وبصمت رهيب. أما السبب الثاني هو امتلاك البوم هيكل عظمي معقد جدا عن باقي الطيور، وهذا يساعد في توزيع الضغط عبر كل جناح بالتساوي حتى يقلل من الاضطرابات الهوائية، وبالتالي يقلل الصوت والضوضاء. أما السبب الثالث وهو الأغرب، عند قاعدة الريش يوجد شيئاً أكثر إذهالاً، حيث هناك فتحات تسمح بخروج الهواء بشكل فعال أثناء الطيران حتى يقلل الضغط الجوي والضوضاء. وهذه العوامل اجتمعت لتعطي هذا الطائر الأعجوبة، وساعدت هذه العوامل العلماء للبدء في تعميق الدراسة على هذا الطائر المعجزة، وصرفت مليارات الدولارات، ونتج عن ذلك الطائرة الأخطر في العالم، وهي الطائرة الشبح. وليس هذا فقط، فتم اختراع قطار الطلق الياباني بناء على القدرات التي يمتلكها البوم،
حيث كانت قطارات السرعة اليابانية تصدر أصواتاً مرعبة أثناء سيرها. ثم أتت شركة تسلا الأمريكية لصاحبها إيلون ماسك واستعانوا بطائر البوم في تصميم هيكل السيارة الكهربائية بشكل يجعل السيارة انسيابية أكثر وتمر من خلال الهواء دون أن تصدر أي صوت. أما الأكثر غرابة في هذا الطائر أنه لا يمضغ فرائصه بعد اصطيادها، ولكنه يبتلعها كاملة بالجلد والعظم. وطائر البوم يتغذى على حوالي 4000 فأر في السنة الواحدة، وهو الكائن الوحيد الذي يستطيع تدوير رقبته بزاوية تصل ل270 درجة، لذلك يستطيع رؤية الأشياء من أمامه وخلفه، ومن هنا لقب بالشبح الصامت، فهو يرى ما حوله وهو يقف ساكن في مكانه. وإذا نال إعجابكم هذا المقطع لا ننسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد منا.